يا هلا والله ومسهلا وحياكم الله. ببدأ بطبقنا حق اليوم، نوع من أنواع المعجنات بس لذيذ جدا بيعجبكم. ببدأ بالمواد الناشفة، بضيف أول شيء الزيت وبدأ أشغل العجانة. بعد ما خمرت العجينة حقتنا بقطعها الكور بهالشكل مثل ما تشوفون، وحاول بين راحتين اليد أدورها وأحطها، ونروح للقطعة اللي بعدها وأخلص الكمية كلها وأرجع لكم. بضيف الآن الزيت، حركان مع بعض. بضيف الآن البصل الأبيض، اللي بيبصل بصل أحمر ما عنده مشكلة بس الأبيض بيكون أخف. ونفس الشيء بضيف ثوم البودر والملح، وآخر إضافة بتكون جبنة الموزاريلا. وابدأ الآن أقلب كل المقادير مع بعض، العجينة كلها مع كل هالمقادير أقلبهم مثل ما تشوفون. وعندي هنا دجاج مسلوق ومنتف، فبضيف له صوص الباربيكيو المدخن. وعندي الآن الدجاج اللي خلطته مع الصوص، بنزله كله على كور العجين وأقلبها معها مرة مضبوط يا بنات، كلها تتقلب زين. اقلبها وارجع لكم. اخذ كرة من العجين وارجع بس ادورها كذا بشكل سريع واصفها بالصينية، خليها لحد ما تاخذ دورة كاملة وخلاص. خلصت الان الطبقة الاولى، بالوساطة بحط اي صحن عندكم يتحمل انه يدخل الفرن، وارجع مرة ثانية اكور واضيف طبقة ثانية بهالشكل. جابتني الريحة، بمعنى الكلمة جابتني الريحة وهي توها ما بعد تحمرت.